عندنا سؤال ديال في الشقين، مسألة ديال اللائحة، كيفاش غتجيتي ولا كيفاش غترشحتي بدون لائحة، أو لا واش غتقدم اللائحة ديال المكتب ديالك التصويت باش جيت للرجاء كنشترط أنه نجي وما يدخل فيا حتى شي واحد، ومن جيت يجيبوني تحالفات يعني باش يصوتوا عليا الأغلبية الناس بزاهي واحد، هذاك الواحد يقدر يدير ليا بقعة مثلا، ويجي واحد ويقول لي باش نصوت عليك راه حنا 20 دير لينا جوج في المكتب، وحنا يتكتب لي 30 دير معايا ثلاثة. أنا خديت من عند هاد الناس من عند مؤسسة المنخرطين، والمنخرطين قال لك السي عزيز حنا منخرطين تنقول لك ما تاخذ منا حتى شي واحد، وهذه مسألة حقيقة كتبقى مزيانة، ويمكن لأول مرة كتبقى في الرجاء، ماشي كلشي منخرطين ولكن الأغلبية. إذا قال لك شكل المكتب ديالك كيما بغيت، كنقول المكتب اللي غيجي راه خصو يكون واحد المعايير، المكتب هذا اللي قادر حتى يواجه معاك، حتى لا كانت شي حصلة ولا لا قد بعدا حتى ماديا يديبلوكي ويقعد معاك باش ما تبقاش تطبل غير بوحدك، هذاك اللي كيطبل في الماء. دونك خصنا نتجاوزو بها المسألة، هذا المكتب غادي يكون مكتب جديد وسيقدم للتصويت، غيكون وغيكون بمنخرطين ومنخرطين جدد باش نكونوا باش نقطع واحد المسألة واحد الشيء ديال هل هو شرعي أو غير شرعي. لا يا سيدي راه شرعي، وحيت كيقول القانون يكون من هاد اللائحة ويكون لا يا سيدي ما عندناش مشكل، كاينين غيكونوا من المنخرطين والجدود اللي التحقوا بالنادي وغيكونوا في هاد اللائحة هادي وغيكونوا ناس أكفاء وتنظن غادي يعجبوكم. ندوز للتعاقدات، في رأيك أنا عزيز الدراوي جاي للرجاء وبغيت أعطاك مزيان، دابا تخيل أنت راسك بلاصتي شنو دير؟ تشكر الله. واه بلاتي دابا تكون هنايا نجي نجي نجلس في بلاصتك وأنت تجلس هنا. ولا أنت أجي حدايا وقول لي ندير وندير غير بغيتي. أه بلاتي. كاين واحد المسألة ديال اللي كانت وموش شائع، عرفتي شحال كيتصل بيا من أجون جوار؟ عرفتي شحال كيتصل بيا من السمسار ديال أجون جوار؟ عرفتي شحال كيتصل بيا من صحابي ما عنده علاقة بالكرة؟ وتيقول لك شوف هذاك فلان هذا راه أجون جوار واحد العباد، وهذا راه غنتعاملوا معاه ما عندنا ما نقولوا، ولكن راه غادي نشوفوا العباد اختارينا واحد الناس تقنيين حتى هاد المسألة بنفس تقنيين نعطيها لك انت سيدي تكلم بها، عطيني شكون هاد التقنيين اللي اختاروا تما براسهم، واش هما اللي هل هما اهل انهم يختاروا؟ كتشوف المعايير التقني لعابة ولا الراجا كانوا عندهم دبلومات، عندهم كاين ناس مسؤولين مدربين دربوا الراجا، راه ما خليش شوف مباريات ديال الراجا اللي تلعبوا عطيتهم المدربين واحد العدد من المدربين الدوليين والمغاربه تفرجوا في خمسه سته الماتشات باش يعطيني الخصص فين كاين. بعدا انا ما نقدرش نقول لك راه خصها هي طواقي، لا لا الهضره اللي كنقولوا حتى قالوا لي وبنينا عليها وعرفناها وشنو غنديروا باش نجيبوا لاعب اليوم واجد، لان خصنا نجيبوا الزربه ندخلوا على ما عندناش حتى الوقت ميركاتو الصيفي قريب يسالي، وانا جيت بلوسو حظي شفت فين جيت انايا باش ناخذ الامور، وما تنقولش باش ما تتاولش لي سوء حظي هو بدا تيهرب دابا، لا سيدي ساواجه مسؤوليتي فالمسائل كما كانت وغادي نخدم ان شاء الله تعاقدات على هذه القضيه، ناس اختصاصيين رجويين غيورين محبين محايدين لما كانوش رجويين اللي غيختارونا واحد النقط اللي حطينا صبعنا عليهم ديال الخصاص، واللي غادي تشوفوا بهم حتى المدرب الحالي اليوم شنو عنده فين عنده مشكل فين عنده الخصاص ونتعاملوا معاه نجيريو ما تبقى من اللي